السيناريو أن يكون حاضرا في لقاء الميلان وفلومينينزي. صعبة كثير يا فيليبي دو سانتو، صعبة كانت من حمادي زكريا، أعاد الميلان. لكن لعيبة الميلان ما ادوش فرصة لعيبة أسير الحياة يعبروا حتى عن جزء من إمكانياتهم، ما ادوهمش وقت ولا فرصة. أدي زكريا الحمادي، سلام يا زكريا. بالتأكيد نعلم بأن هناك مالديني الأب ومالديني الابن في الميلان. هنا ورقة صفراء تمنح على جابرييل سيلفا بعد التدخل في اللقطة الماضية، التدخل الذي رأى من خلاله عبد الهادي الرويلي. أحقية حصول اللاعب على ورقة صفراء بعد مهارة وحضور من حمادي زكريا لاعب الميلان. سنوات قليلة وتشاهد هذا النجم في صفوف ميلان الأول بإذن الله تعالى. الحديث عن حمادي زكريا، ضربة حرة.